أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بارك الله فيكم، ما هي أنواع الشرك وما هو الشرك المخرج من الملة؟ الشرك نوعان، شرك أكبر يخرج من الملة كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات وغير ذلك من أنواع العبادات التي هي أنواع كثيرة، فإذا جعلها لمخلوق أيا كان حيا أو ميتا فإنها يكون هذا الشرك أكبر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كافرا. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يستكبر الإنسان عن دعاء ولا يتهاون بالدعاء ويقول إنه ما ينفع أو ما أشبه ذلك. الدعاء له مكانة عظيمة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، هذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، مثل قول والله لولا الله وأنت، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذه أنواع الشرك الأصغر، وهي شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي في القلب وهو الرياء. فالمسلم يتجنب الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، الأكبر يخرج من الملة والأصغر ينقص التوحيد ولا يخرج من الملة. نعم.